السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. بمشاركة دولية واسعة، انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وسمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة. الاتحاد البرلماني العربي يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للميليشيا الحوثية. انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة، وعدد الجرعات المضادة يتجاوز 60 مليون جرعة. أهلا بكم. يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يعقد يومي 18 و19 من فبراير الجاري، ويناقش المؤتمر أهم القضايا والمستجدات على الساحة السياسية والأمنية والدولية، بالإضافة إلى بحث القضايا الصحية والبيئية التي يواجهها العالم وإيجاد آليات وحلول لها بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، التقى سمو وزير الخارجية رئيس أقليم كردستان العراق نجرفان برزاني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى سمو وزير الخارجية اليوم نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية في العديد من مجالات التعاون المشترك وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات سيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف. دان الاتحاد البرلماني العربي بشدة أي محاولة هدفها المس بأرض وشعب وسيادة المملكة والإمارات من قبل ميليشيا الحوثي. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي يشارك فيه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على رأس وفد من مجلس الشورى، وتجري أعماله في العاصمة المصرية القاهرة. كما دان البرلمانيون العرب استمرار الميليشيات الحوثية بالتصعيد ومحاولاتها لفرض سيطرتها بالقوة على المناطق اليمنية وتجاهلهم لدعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني. ودعا المؤتمر البرلمانات والمجالس العربية إلى أهمية التعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد الأسلحة للجماعات الحوثية، وقرار جامعة الدول العربية الذي يطالب الدول كافة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح التحالف أن الاستهدافات دمرت 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الإرهابية. كما أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير زورق مفخخ تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وقد أوضح التحالف أن الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ. وأكد التحالف أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكريا يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.
وفي الداخل اليمني يواصل الجيش اليمني انتصاراته في جبهات القتال بمساندة طيران التحالف العربي، فيما لا تزال الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين في عبس والحرث في محافظة حجة. تصعيد عسكري غير مسبوق في مختلف الجبهات وأعمال إرهابية تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين. وفي مدينة حجة استهدفت الميليشيا مناطق آهلة بالسكان، وتحديدا في عبس وحرض، بثلاثة صواريخ باليستية وعشر طائرات مسيرة إيرانية صنع أسقطتها قوات الشرعية، بينما لقي أكثر من 50 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم بغارات جوية لتحالف دعم الشرعية، والتي استهدفت تجمعات لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش الوطني في جبهة بني حسن بمديرية عبس، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمركبات العسكرية. ميليشيا الحوثي تنهار شيئا فشيئا في جميع الجبهات، وما يحصل حتى على المستوى التنظيمي لهذه الميليشيات جراء هذه الهزائم الكبيرة التي تمنى بها في مأرب في هذه الأثناء هي نتاج لكثير من العمليات العسكرية التي ضربت من خلالها. حتى الفكرة التي تستند عليها ميليشيا الحوثي من خلال فكرة التمكين تضرب هذه الميليشيا في داخلها، وكثير من القوى الانتهازية داخل هذه الجماعة بدأت تتفكك في صنعاء وفي كثير من المناطق. وفي العاصمة صنعاء نفذت مقاتلات تحالف الدعم الشرعي ضربات جوية استهدفت مخازن للأسلحة وغرف عمليات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. يتواجد بمحافظة مأرب 2,221,000 نازح يتوزعون على الأحياء والحارات، وتوجد نسبة 12% من إجمالي النازحين موجودين في داخل المخيمات. مدينة مأرب تصدرت المحافظات اليمنية في نزوح الأهالي في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، على الرغم من إداءة المجتمع الدولي المطالبة بوقف التصعيد، إلا أنها لم تستجب لتلك النداءات ضاربة بكل الأعراف والقوانين الإنسانية عرض الحائط. للإخبارية عادل فتاة غلاب، عدن. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 2596 حالة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 933 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله جميعا. هذا وتجاوز أجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 60,028,000 جرعة، إذ بلغ عدد من حصلوا على جرعتين أكثر من 24 مليون شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25,824,000 شخص من سكان المملكة. هذا وواصل منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة انخفاضه تدريجيا، فيما ارتفع عدد من تلقوا الجرعات إلى 60 مليونا. أما على الصعيد العالمي، أبدت كثير من الدول تخوفها من عودة الإصابات بمتحور أوميكرون. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. منحنى الإصابات اليومية والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية يواصل الانخفاض في المملكة، فيما قاربت الجرعات المعطاة 60 مليون جرعة عبر 587 موقعاً للتطعيم في كافة المناطق. أما عالمياً، فلا تزال المخاوف تتزايد هذه الفترة وسط التحذيرات المستمرة في عدة دول أوروبية من عودة قوية لانتشار المتحور أوميكرون، حيث دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا وسط تسجيل معدلات مرتفعة خلال الأسبوعين الماضيين. أما السويد فطالبت وكالة الصحة السويدية بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح إلى كل الذين تجاوزوا 80 من العمر،
وذلك حفاظاً على الحماية المناعية اللازمة في مواجهة موجة أوميكرون الذي يواصل انتشاره بكثافة. فيما أعلنت شركة أسترازينيكا للأدوية عن عقار أطلقت عليه إيفوشيلد الذي يعتبر مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول طورته الشركة للوقاية من فيروس كورونا، ويتمتع بفاعلية في تحديد المتحور أوميكرون بحسب الدراسات. ويعد هذا العقار واحداً من اثنين فقط من عقاقير الأجسام المضادة التي تم التصريح باستخدامهما، حيث أظهرا فعالية في تحييد أوميكرون وجميع متحورات كورونا الأخرى المثيرة للقلق. في سبيل القضاء على اقتصاد الظل الذي يهدد الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، يأتي عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية للحد من آثاره السلبية. المزيد في هذا التقرير. التستر التجاري ضرر يهدد الوطن اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا من خلال استغلال ضعاف النفوس. ليأتي عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية للحد من آثاره السلبية من خلال تمكين المواطن من الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لممارسة الأعمال، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتشريعات بحسب بيانات البرنامج الوطني. المدة التصحيحية بدأت بنهاية فبراير من عام 2021 حتى 23 من أغسطس، ثم مددت 6 أشهر إلى 16 من فبراير 2022 بهدف تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة التي تصل إلى غرامة مالية تبلغ 5 ملايين ريال أو السجن لمدة 5 سنوات أو بهما معا، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات وخدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الأخرى. ومنذ بداية المدة التصحيحية الثانية قامت وزارة التجارة 7340 جولة تفتيشية، ورصدت 209 مخالفات في الشهرين الماضيين، فيما استفادت عدة منشآت كبيرة ومتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية 6 مليارات ريال من المدة التصحيحية. وللحديث عن هذا الموضوع أكثر وللمزيد عن انتهاء الفترة التصحيحية لمخالف نظام التستر التجاري ينضم إلينا أستاذ المالية والاقتصاد الدكتور محمد مكني. أهلا بك دكتور محمد، أحييك لهذه النشرة. منذ يومين تحديدا يعني من الأربعاء لاحظنا إغلاقات واسعة شهدتها بعض مناطق المملكة بعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالف نظام التستر. دكتور، كيف تصف المشهد الحراك الاقتصادي بعد قرارات كهذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أنه من الطبيعي أن نجد بعض الأنشطة أو المحلات التجارية في المرحلة هذه بتكون مغلقة، لأنه خلاص أصبح فعليا اليوم يعني مطاردة المتسترين في الجانب التجاري أصبح اليوم ما عاد فيه. الفترة التصحيحية انتهت، كان هناك عام كامل من فرصة أن أنت تصحح من وضعك إذا كنت من المتستر على جانب تجاري، ولكن اليوم أصبح الوضع مختلف، وبالتالي من الطبيعي أن نشاهد بعض يعني النماذج اللي يعني بعض المحلات التجارية مغلقة. لكن على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد الحقيقة سنشاهد يعني بيئة أعمال نقية، سنشاهد بيئة أعمال فيها تنافسية واضحة، فيها فرص استثماريه ستولد معانا باذن الله، فرص استثماريه عديده ل يعني اصحاب رؤوس الاموال الوطنيه وحتى الاستثمارات الاجنبيه في القطاع بشكل كامل. فبالتالي ما في شك انه احنا بنعرف الخطوره الكبيره لهذا يعني العمل، عمل التستر التجاري، وكيف هو بيأثر بشكل كبير جدا، حتى بنشاهد يمكن يعني المبالغ الكبيره في الغرامات والسجن ايضا، وهي ما في شك موازية بالأثر الكبير اللي بيقدمه أو اللي بيفعله التستر في الاقتصاد الوطني وفي الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل وأيضا في بيئة الأعمال. يعني على مدى عقود وإحنا بنعاني من مشكلة كبيرة في الاقتصاد المحلي،
مليارات الريالات اللي بتخرج من الاقتصاد المحلي دون أن تكون هناك أي إضافة حقيقية في الناتج المحلي الوطني، دون أن يكون في أي استفادة حقيقية للمواطن والوطن. واليوم إحنا أمام مشهد مختلف تماما، أعتقد بحول الله وقدرته يعني سنحقق كما ذكرت على المدى المتوسط والطويل الكثير من الفوائد والعوائد على الاقتصاد الوطني. جيد، إذا تقول ستكون في المستقبل إن شاء الله بيئة عمل نقية، فرص استثمارية جديدة. طبعا هذا الموضوع يشمل تجارة الجملة، التجزئة، الصناعات التحويلية وأنشطة تجارية أخرى. طبعا المخالفات كبيرة، غرامة 5 ملايين ريال وسجن 5 سنوات، أو بكليهما غرامة وسجن. طبعا هي هذه الفترة التصحيحية، يعني شاهدنا الأربعاء الماضي يعني قبل يومين هذه الإغلاقات الكبيرة، ربما تكون بعض التشوهات مستقبلا موجودة، ولكن مع الوقت ربما تزال وسنشهد بيئة عمل نقية كما تقول دكتور. لكن يعني هذا الموضوع بشكله الحالي، هذه التشوهات التي ربما كانت موجودة في اقتصادنا الوطني والحراك التجاري بشكل عام منذ فترة، من المسؤول عنها برأيك؟ هل هو النظام الاقتصادي أم الوافد المتستر عليه أم المواطن أم هو مثلث، يعني كل يؤثر بالآخر؟ شوف، هو ما في شك أن التستر التجاري هي قضية اقتصادية على مستوى العالم. يعني الاقتصاد الأمريكي ناتج المحلي حوالي 8% عندهم يعتبر في الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظلام، أو ما يسمى بالاقتصاد غير المنظم، وبالتالي يعني في العالم أجمع هناك مشكلة التستر التجاري. لكن اليوم اللي إحنا كيف ممكن نتعامل مع هذا؟ اللي حصل إنه فعلا أنا أعتقد إنه إحنا في المملكة العربية السعودية ومع أهداف الرؤية 2030، وإحنا عارفين إنه برنامج محاربة التستر التجاري اللي هو منطلق من يعني برامج عندنا الرؤية، الهدف الأساسي منه أن نعيد النظر الحقيقة في الهدر الكبير في الاقتصاد. يعني يقدر حجم التستر التجاري عندنا في اقتصادنا ما بين 300 إلى 400 مليار ريال. هذا رقم كبير جدا. أضف إلى ذلك أنه إحنا في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج عندنا عدد كبير من العمالة الوافدة، وبالتالي قد يكون جزء من هذه العمالة حقيقة هو فائض، والسبب الرئيسي في وجودهم هو أنهم يعملوا في بيئة لا تضيف شيء إلى الاقتصاد. لذلك جاءت التشريعات مع الرؤية حتى في مسألة الاستثمار الأجنبي. اليوم إحنا بنرحب بكل الاستثمارات، ليس فقط الوطني، حتى الاستثمار الأجنبي بالضبط. ولكن حينما يكون متبع للأنظمة والقوانين. أشكرك كل الشكر الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاقتصاد، على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة من قناة السعودية، فيها أيضا بدء تنفيذ قرار إعفاء الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية في حالة الهبة. وفي النشرة أيضا منتجات فريدة وابتكارات متجددة في معرض صنع بالسعودية. أهلا بكم، أحييكم من جديد. تشهد مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل 22 فبراير إقامة تظاهرة فنية بعنوان مسيرة البداية، يشارك فيها 3500 فنان وممثل ومؤد يقدمون لوحات بانورامية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 3 قرون ومشاهد استعراضية مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس. ويتخلل هذه التظاهرة الفنية الضخمة التي ستقام في وادي نمار جنوب مدينة الرياض عرض لملحمة شعرية في المنطقة تبرز أبياتها مسيرة الدولة السعودية وامتدادها الطويل منذ أكثر من 3 قرون، وذلك بعشرة مشاهد مستلهمة من مراحل الدولة السعودية بمشاركة عروض مسرحية فنية للخير العربية الأصيلة ولوحات نصف الوجود، بل تصف الوجود الإنساني خلال الدولة السعودية الممتد إلى يومنا هذا. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تنفيذ قرار إعفاء الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية في حالة الهبة لتصل إلى حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة 3 سنوات. كما شملت التعديلات إضافة مادة جديدة تعنى بالاستثناء
من سداد الضريبة على أي عقار تنقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ حمود الحربي. أهلا بك أستاذ حمود، أحييك لهذه النشرة. يعني قبل الخوض في تفاصيل هذا القرار، حدثنا أولا عن ضريبة التصرفات العقارية، ربما البعض يعني لم يسمع بها أو لم يفهم جيدا ماذا تعنيه أو يعنيه هذا المصطلح، ما المقصود بها؟ ضريبة التصرفات العقارية هي صدرت بأمر ملكي كريم 1980، نسبتها 5%، بدأ تطبيقها منذ 4 أكتوبر 2020. هي بكل بساطة هي نقل أي عقار، نقل ملكية هذا العقار أو حق انتفاع من هذا العقار إلى شخص آخر يعتبر تصرف عقاري يخضع للضريبة كما ذكرت بنسبة 5%، سواء كان هذا العقار أرصدة أو مشيدة أو جزء من عقار أو بالعقار كامل. فهذه بصفة عامة هي ضريبة التصرفات العقارية، وهي طبعا من خلال الهيئة يتم تسجيل أي عملية عقارية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ولا يستطيع الشخص يفرق في وزارة العدل إلا بعد أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة. جيد، نناقش القرار هذا. بدأ تنفيذ قرار إعفاء الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية في حالة الهبة لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب. يعني هناك عبارة يعني لم أفهمها جيدا وربما التبست أيضا على المشاهد الكريم فيما يخص هذا الشرط، يعني أتمنى أن تفكك طلاسم هذه العبارة يعني أستاذ حمود، بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة 3 سنوات لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر، ماذا يعني ذلك؟ جميل، بالنسبة هذا أولا نأتي للهبة بدون مقابل، كانت في اللائحة سابقا الهبة حتى الدرجة الثانية مستثناة، بمعنى لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، الآن أضيفت إلى الدرجة الثالثة، ولكن وضع هذا الشرط لأجل الحد من عمليات تجنب الضريبة، بمعنى أنك اليوم أنا لو نقلت عقار إلى شخص آخر هذا الشخص ليس قريب لي من الدرجة الثالثة فبيكون ضريبة، لكن لو نقلتها إلى قريب لي إلى الدرجة الثالثة وهذا الشخص اللي الموهوب له الذي نقلش العقار نقلها مرة أخرى إلى الطرف الآخر الذي لم يكن يستحق الإعفاء فهذا يمنع لأجل أن لا يكون هناك تجنب، بالتالي يشترط أن يبقى العقار بيد الموهوب له لمدة 3 سنوات ولا ينقله إلى شخص آخر لن يستفيد من الاستثناء لو نقل إليه مباشرة. هذا بشكل مبسط، وهذه ماذا تشمل الدرجة الثالثة؟ تشمل من؟ طبعا درجة الثالثة الأخ والأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو غيره وأولادهم وأولاد أولادهم، هو الدرجة الثالثة. الأولى كما هو معلوم الأولى هي الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، الدرجة الثانية هي الابن والابنة وأبناء أبنائهم وإن نزلوا، الثالثة أضيفت الأخ والأخت وأشقاء وغيره حتى أولاد أولادهم أيضا. أبرز التعديلات التي أضيفت على اللائحة التنفيذية أيضا لهذه الضريبة؟ أضيف تعديلات أخرى وهي ما يخص البيع على الخارطة. سابقا كان عملية توقيع عقد البيع على الخارطة ما بين البائع والمشتري هو تاريخ استحقاق الضريبة ولمدة 30 يوم من تاريخ التوقيع، الآن أصبح لا هناك مهلة طويلة، لأن حال العقار بيع على الخارطة يأخذ مهلة طويلة حتى أن يتملكها صاحب العقار، بالتالي أصبح الآن استحقاق ضريبة البيع على الخارطة هو تاريخ الإفراغ لدى كاتب العدل أو أحد الموثقين المعتمدين. أيضا من استثناءات الوصية كان سابقا ربع التركة إذا أوصى فيها الموصي فربع التركة يستثنى من الضريبة، الآن أصبحت وإن أوصى بكامل تركته العقارية فتستثنى من الضريبة. أيضا كان هناك الوقف الخيري والوقف أو نقل العقار أو تصرف العقار إلى أي وقف خيري أو ذري كان يشترط سابقا أن يكون عند إثبات الوقف، الآن لا يشترط سواء كان عند إثبات الوقف أو في أي مرحلة من مراحل الوقف أيضا، وإن كان النقل هذا لأجل إدارة هذا الوقت بالتالي هو مستثنى بشكل كامل أي نقل إلى وقت خير أو ذلك. كل الشكر للمتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ حمود الحربي، شكرا جزيلا لك. اختتمت فعاليات معرض صنع بالسعودية الذي استمر على مدار 4 أيام في مدينة الرياض بمشاركة 150 شركة سعودية، نتابع.
اختتم معرض صنع في السعودية فعالياته التي استمرت على مدار 4 أيام، والذي جمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية، والذي أتى تنظيمه ضمن فعاليات موسم الرياض. وقدم المعرض عروضاً حية وفريدة بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل تحدث خلالها 30 متحاوراً عن خلاصة تجاربهم وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها. وشهد المعرض عدداً من الفعاليات المصاحبة كالمعارض الفنية والمتاحف وفن الحرف التقليدية. وجسد المعرض رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق في إظهار أصول الضيافة والكرم إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات. انطلقت اليوم فعاليات التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي تمرين وطن 91، حيث تستهدف وزارة الداخلية. من هذا التمرين استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية. مباشرة إلى العناوين. بمشاركة دولية واسعة، انطلاق أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وسمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة. الاتحاد البرلماني العربي يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للميليشيا الحوثية. انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة، والجرعات المضادة تتجاوز 60 مليون جرعة. تحية لكم في أمان الله.